ورشة عمل دولية عن بعد حول مشروع التكماد الذي يعنى بتطوير وتحسين جودة الحياة للمسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وفاقد السند في بلدان البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد ما شهده في فترة جائحة كوفيد من قلة إقبال على العيادات الخارجية خوفا من العدوى. المشروع هذا باش يطور منصة إلكترونية، منها معناتها منصة تثقيفية وتعليمية، ومنها أيضا معناتها منصة تقيم الحالة الصحية للمسن، وتنجم معناتها توجهوا سواء معناتها لطب اختصاص، وتمكنوا هذه المنصة باش يكون ديما معناتها مندمج في المجتمع نتاعو، خاطر سواء معناتها باش يكون معناتها على علاقة وتواصل بأطباء ولا مهني صحة ولا معناتها حتى الجمعيات معناتها ينجموا معناتها يوفروا له خدمات. إرساء هذا النموذج سيكون عبر زيارة المسنين في منازلهم أو في دور المسنين العمومية والخاصة. في منزل المسن وباش يصير معناتها تقييم عبر هذه المنصة الإلكترونية لصحة المسن، باش نمشيو للدار المسنين اللي هي عمومية وإلا الخاصة باش نطوروا مهارات معناتها المهنيين اللي يخدموا مع المسنين، وأيضا باش نطوروا زاد المهارات المسنين ونقيموا معناتها الصحة نتاعهم. وفي المرحلة هذه التجريبية باش تكونوا مرافقين بأخصائيين في الكاليتي مانجمنت سيستم وفي بعد سيرتيفيكاسيون ايزو باش ياخذ النموذج هذايا معناتها الطابع سيرتيفيكاسيون ايزو. المسن في فترة جائحة كوفيد غاب عن العيادات الخارجية منها بالمعهد الوطني للتغذية خوفا من العدوى، فكان التراجع في صحته خاصة مع إصابته بأمراض مزمنة على غرار السكري. كي تبدا كورونا قوية ما جيتش، كي تبدا كورونا ما لاباس شوي نجي نعمل بافادات زوز ونجي نعدي، خاطر موت السكري بدا طلع لي برشا. طلع لي السكر ما نجيش نعدي، نجي نعدي خاطر خايشة. ثلاثة شهور نتاع كونفينمون بحكم ما جيش مع التغذية، ولا عندي مخزون ولا حداش جاء، أنا رقد توا المخزون عندي تراجور باش يعني ينقصوا لي من المخزون. فما اللي ما باشرش وفما شكون اللي بعث معناتها باش تتواصل معناتها لوردونونس، بعث ولده ولا حد معناتها باش معناتها ياخذ الدواء نتاعو. في هذيك في البيريود نتاع جائحة الكوفيد الاولانيه بكل 6 شهور الاولانيين اقتصر الكونفينمون جينيرال، اما من بعد رجعوا المسنين يجيو بالكمامات. هذا المشروع سيتم تعميمه على المستوى الوطني والدولي لضمان عيش كريم لهذه الفئة العمرية خلال كل الفترات لعل أبرزها فترة كوفيد.